عهود تقول لمن تنتمي كرويا في السعودية وش تشجعين؟ أقول لك شيء بصراحة وما هي هذا، أنا معرفتي بالكرة أن هي شيء مدور وفي ناس تتخانق عليه بدون داعي. ما أفهم شيء لا في الفرق ولا في الشغلات، ما أفهم في الكرة أبدا، فما تابع وما أعرف نهائيا. ما تشجعين أحد؟ أنت إيش تشجع طيب يعني؟ أوف أنا ولا عمري قلت، بس أنا في نادي أحبه لا والله لازم تقول وعضو شرف لا فيه. لا لازم مستحيل. تقول أمانة لازم أبدا تتعبوا في الموضوع. عهود أنا أشكرك، هذا ثالث يوم وأنت معانا ومهتم بملف الرياضة، شكرا لك. بس اليوم ما صدنا أروع، ما بس ما حد حيعطيك إجابة يا عهود، بس حاب أقول لا في ناس والله أعطوا. إنزين طيب.